حياكم الله في الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. انتقدت لجنة النزاهة النيابية مبادرة الإسكان التي أطلقها البنك المركزي بسبب تقليص مدة التسديد والمبالغ الشهرية المتحصلة من المواطنين. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي إن فكرة المبادرة الحالية مخالفة للصيغة المتبناة على أرض الواقع، أي أن المبادرة ستسبب بإشكالية إذا ما بقيت على صيغتها الأخيرة، خاصة وأن المبادرة في وقت سابق كانت تخلو من الفائدة واختلاف مدة التسديد والمبلغ المتحصل كقسط شهري. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة لتصل إلى 164,000 دينار لكل 100 دولار. وقال مصدر مالي إن مكاتب الصرف في بغداد سجلت ارتفاعا بسعر الصرف، حيث بلغ سعر البيع 164,000 دينار لكل 100 دولار، مضيفا أن سعر بيع الشراء بلغ 162,000 لكل 100 دولار. وتشهد أسعار صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة من دون إجراءات حقيقية للسيطرة على الأسواق المحلية. أكد خبراء اقتصاديون أن قرارات البنك المركزي العراقي ولا سيما منع تسليم حوالات المواطنين بالدولار سيفاقم من ارتفاع أسعار الصرف. وقال الخبراء إن قرارات البنك المركزي بشأن مواجهة أزمة الدولار كلها ترقيعية وليست حلولا حقيقية، وهذه القرارات منذ ما يقارب عام لم تحل الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم. وبين الخبراء أن بعض قرارات البنك المركزي ساهمت بقضية أزمة الدولار، خصوصا عند السماح لبعض المصارف برفض تسليم حوالات الدولار التي تصل إلى بعض المواطنين، مبينين أن هكذا إجراءات تساهم بشكل فاعل نحو الذهاب إلى السوق الموازي لشراء الدولار، وهذا يؤزم القضية ولا يحلها. كما تراجعت أسعار النفط بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات من استمرار التصعيد في قطاع غزة المحاصر. وقالت مصادر صحفية إن ميناء عسقلان ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع بين حركة حماس وجيش الاحتلال، فيما توقع محللون أن تدفع الولايات المتحدة أيضا إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إيران متورطة، على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابراتية أو أدلة تشير إلى مشاركة إيران المباشرة في طوفان الأقصى. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دول العالم من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية، خاصة التضخم وأسعار الفائدة. وذكرت جورجيفا أن دول العالم في حال أخطأت في اتخاذ قرارات معالجة مواطن ضعفها الاقتصادي والمالي، فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن، حيث لا تزال مشكلة ضعف نمو الاقتصاد العالمي تمثل مشكلة للاقتصادات المتقدمة والنامية بسبب استمرار ارتفاع التضخم. هذا وتعاني دول أفريقية مثل السودان وتونس من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، نلقاكم بأمان الله.